منى. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا جزاك الله وسهلا. عنا كل خير. الله يكرمك، اتفضلي يا استاذه منى. بصي حضرتك، انا عايزه مداخله. انا عايزه، انا مش قادره اسامح، مش قادره اسامح خالص. انا عايزه اقول لك، انا ابويا راجل مقتدر جدا جدا، عمره في حياته ما صرف عليا انا واختي، يا نهار ما ابيض. بيصرفش على بنات، ما عادش فعلا ان هو راجل صعيدي، ما عادش فعلا يصرف على بنات ولا على زوجته اللي هي امي، والتزوج من اخرى عشان تجيب له الولد اللي هو اللي يقش. وانا مش قادره اسامح. بس كنت في يوم من الايام قلت له انا هحزن عليك، دخل جاب لي الصبح من جوه قال لي اتفضلي خدي حزني عليا. فاضطريت غصب عني قلت له اللهم صلت عليك من لا يخافك ولا يرحمك. يا لطيف. ده كان غصب عني. انا عمري في حياتي ما كان عندي اب. والدعوه استجيبت. ابويا عايش وحيا يرزق. انا في يوم من الايام كنت محتاجه حقنه انسولين في الشهر ب 100 جنيه، وهو فوائده في الشهر الواحد تزيد عن 20,000. قال لي اولعي بجاز قدام ولاد اخته. طب امال مين اللي يصرف عليكي يعني؟ انا مش انا طول عمري امي الله يرحمها، هي كانت امي الله يرحمها ست يعني محترمه، وكانت بتشتغل، كانت مديره حسابات مستشفى خاصه، وكانت ست على خلق وعلى دين، لدرجه كانت ملقبه في شغلها بالشيخ الشعراوي من كتر ما هي ما شاء الله تبارك الله الله يرحمها، كانت ورعه جدا. هي اللي كانت بتصرف عليكي؟ كانت عليا انا واختي، بتصرف عليا انا واختي، وهي رضيت بامرها. ولما جابت حكم من اهلها وحكم من اهلها قال لهم ببني مستقبل ليها ولبناتها، لما قالت لهم ما بيصرفش وهو معاه وانا تعبت، فقال لهم انا ببني مستقبل ليها ولبناتها. فالناس كلهم اللي هو اخوه وخالها راح قالوا لها ابني راجل ابني مستقبل ليك والبنات. واول ما بقى محمد فرغلي وبقى يعني حاجه قيمه معاه فلوس معاه دخل قوي، راح اتجوز عشان يجيب الولد اللي يقش. جاب ولد؟ خلف ولد؟ جاب ولد، بس الولد سبحان الله الولد هو دلوقتي عنده زهايمر وعنده ضمور مؤقت في خلايا المخ. ابنه طفل عنده 14 سنه ضربه، يعني ده انا عارف ان هو اللي حكى ابنه ضرب ابوه. جالنا يعني كان زوجته كانت مخطوفاه، الابن ضرب ابوه، فوايده بتنزل كتير والست كانت بتاخد فلوسه. المهم الست كانت مخطوفاه وكانت واخداه محتجزاه عندها في مكان عندها. المهم احنا جبناه عن طريق انا واختي، حطينا ايدينا في ايد بعض ورفعنا قضيه حجر عليه. المهم قابلناه في المجلس في النيابه الحزبيه، فهو عيط وقال انا عايز بناتي، انا عايز ولادي، لان وشه مفتوح بالموس. الولد ضربه بالموس وشه. هو طفل وممكن تقولي ما كانش يقصد، بس حركه لا اراديه، بس ده كان شوفي ربك عمل ايه. ودلوقتي بقى بنته اللي هي اختي اللي هي كانت وقع عليها الظلم زيها اللي هي اختي، عملت نفس اللي هو بيعمله. هو دلوقتي لما اكتشف يعني في مبلغ كان في البنك قال ده بتاع منى ومروه ولادوا الاثنين. اختي اشتغلت ان انا كنت كان عندي كورونا وكنت في المستشفى، واخدت الراجل وسحبت المبلغ واخدت الفلوس وقالت لي مالكيش ولا مليم برضه؟ هي اتجوزت دي؟ اتجوزت حد فيكم؟ اتجوز للاسف حد فيهم اتجوز؟ انت متجوزه؟ لا مسامحاكي ولا مسامح ابوكي، على الرغم ان ابويا طلعني من جوزي غصب عني. الله. من ضمن انا وقع عليا ظلم شديد. انا على فكره بكره رجلي وفاقده الرؤيه، واختي دي ما ناولتنيش كوبايه ميه، ما وقفتش جنبي. طيب انت عايزه فضيله الشيخ يوجه لهم كلمه؟ يا ريت يورلو ان حقي فلوس ابويا وحقي في نفقتي من ابويا النفقه. انا اتهمت ان انا طماعه. يعني انت مطلقه يا فندم دلوقتي؟ انت مطلقه؟ مطلقه؟ ايوه ابويا طلقني غصب عني. عندك اولاد؟ عندك اولاد بس بروح عليه. ما عنديش الحمد لله. الحمد لله لم ارزق. وأسابوني واحده فاقده الرؤيه، انا فاقده عين من 20 سنه، والعين الثانيه بشوف فيها خيرات لان كان فيها. امال بتصرفي منين يا فندم دلوقتي؟ بس بتصرفي منين؟ من معاش امي الله يرحمها، فطرتني وهي عايشه وهي ميته. الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل الجنه مسواها. يعني اختك وباباكي بقوا حزب ضدك الاثنين صح؟ لا ابويا دلوقتي لا حول له ولا قوه. هو حاليا لا حول له ولا قوه، ورفع عنه القلم، ولكن اثر فأسه ما زال موجود. يعني لو كان ليا راجل ما كانش الدنيا عملت فيها كده. طب انت يا فندم اسمعيني بس بالله، اسمعيني. ما حاولتيش تروحي كده تصالحي بابا وتبوسي ايده ورجله وتسترضيه كده؟ انا مفيش حد من ولاده وقف جنبه قدي، وهو ذات نفسه اصحابه المخربين او ناسه بيقول ان هم بيقول ان اطيب بنت في ولاده كنت انا منى. انا يوم ما كان بيحصل مشكله بينه وبين زوجته كنت انا بروح انا
اللي اصلح، كنت انا اللي دايما في ضهره وكنت اعرف واحده. بس هو في اول بيقول كان بيعيط وانا بخيل، هو الراجل بيقول انا مريض بالبخل، كان بيعيط يقول انا مريض بالبخل غصب عني مش قادر. وانتوا كسبتوا قضيه الحجر يا فندم؟ لما اختي راحت ما رضيتش تكملها، قالت ابويا صدمه لما قابلناه في النيابه الحزبيه، هو عيط وانا عايزه امشي مع بناتي. طيب ومش راحت اختي قالت ابويا معايا والفلوس معانا، خلاص اكمل ليه؟ انت مش قادره تسامحيه خالص. مش قادره مش قادره مش قادره مش قادره حتى يعني. بصي ابسط حاجه خلاني حتى ابقى عيان من غير راجل، من غير حد يكون جنبي حتى ونيس في بيتي. يعني اخر حاجه هو عمل ايه؟ ثالث يوم عيد الفطر اللي فات اللي قبليه كان جوه بصحته، دخلت كنت انا لسه بتره رجلي ما بقاليش كتير بتره رجلي، مصمم ان زوجي يطلعني لدرجه بقى زوجي يقول له والله ما هتفهموا فيه، فيقول له انت مش هتلوي دراما هتطلعني هتطلعها. طب انت ليه عايز تطلعني منه او ليه كده؟ كان خايف على العفش اللي انا عايشه عليه، لحسن انا اموت وزوجي ياخده. طب انت ما جبتش في العفش ده الشاي ده كل ده جهاز امي وحاجه امي اللي غيرتولي. طيب يا منى حاضر، فضلت الشيخ هيرد عليكي، قصه ماساويه غريبه بس بعد فاصل قصير. منى اتصلت قبل الفاصل وحكت قصه ماساويه لما يبقى الاب السند يقول لها حقنه الانسولين اللي ب 100 جنيه يقول لها ولعي. يعني هي تتعامل ازاي؟ وهل مطالبه انها تسامح بعد كل بتر رجلها مش عارفه لوحدها ما فيش جنيه بتاخده؟ بص يا فندم احنا في علامات الساعه بصراحه، بس احنا سمعنا من طرف واحد، ما يعني احنا يعني ايه هنحسن الظن؟ رساله احنا بنرد على رساله على ما وصل الينا، يعني رساله لكل اب ظالم، ورساله لكل اب جاحد، ورساله لكل اب بيبخل على زوجته وعلى اولاده. بقول لك حضرتك ان مت على ذلك وتعمدت هذا فانت من اهل النار يا مولانا. ده كلام ايوه ماليش علاقه، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إلا شوفوا تاني يوم حرم الله عليه الجنة، يا أخي ده كل جنيه بتنفقه وكل لقمة وكل لبس بتجيبه لأولادك إن نويت به أجر لك به صدقة، حتى اللقمة في فم امرأتك، وخاصة يا أستاذ دعاء لو كان الأولاد بنات. يا أبو البنات يا بختك يا حظك يا سعدك يا هناك. ليه؟ سيدنا النبي قال من رزق بثلاث منهم بثلاثة منهن كنا له حجابا من النار، فقام رجل وقال له ولو كانوا اثنين، قال له ولو كانت اثنتين. فقيل ولو كنا سألنا عن الواحدة لقال ولو كانت واحدة إن أحسن تربيته. فهو ده كان عنده حجاب من النار ولكن فرط فيه، ويقوم ربنا يوريهم فيه في الدنيا قبل الآخرة. هي شافت ابنه ابنه يقوم يضربه ويجي أعزكم الله معاق، ومراته تضحك عليه وتاخد فلوسه وتحبسه زي ما قلنا كده. فأنا بقول الحقوق عند الله لا تضيع، وإن وقلنا قبل كده وإن كان قضيبا من أراك. دي رسالة لكل أب. وهي قيمة الفلوس اللي كانت معاه إيه قيمتها؟ عملت له إيه؟ ولا لها قيمة، ولو هو مليونير حتى ولا لها قيمة. وان ما ادتش لاولادي انا بجري واتعب واشقى عشان مين؟ هي بتقول الفايده بتاعته في الشهر فوق ال 20,000. فطبعا هو فوق عنده ملايين، انما الفكره بس هو اب جاحد كده، جاحد وظالم. جاحد وظالم. هي بقى الملايين دي عملت له ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، وضيع الامانه. جاحد وظالم، اي اب يعمل كده وضيع الامانه حتى لو عمل كده مع الصبيان يا فندم. طيب هي من حقها كانت ترفع حجر فعلا؟ من حقها إن كان الكلام اللي احنا سمعناه صحيح. طبعا حقها، لأنه واجب يا فندم الإنفاق على الأولاد واجب على الآباء، وخاصة لو كانوا بنات لحد ما تتجوز. دي نقطة. النقطة التانية بقى، بنادي على كل ابن وكل بنت أبوه ظلمه، حاول، مش هقول سامح، لا مش هنقول المسامحين إن ده القلوب بيد الله، بقول حاول تبره حتى ولو بكلمة حتى ولو بزيارة، ولا تقابل السيئة، بس عارف إن الموضوع صعب، ولكن الأب أب حتى ولو كان كافرا.